السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح أسوي معكم سيفود أو شربة جمبري بطريقة إن شاء الله سهلة ومميزة. في ناس يستخدم عدة أنواع ثمار بحرية، أنا راح أستخدم بس الجمبري. وعندي هنا ثوم وزنجبيل منعمين مثل ما أنتم شايفين، عندي نص مكعب ماجي، عندي بصل، عندي هنا ليمون جراس. اللي ما يعرف ليمون جراس هذا هو. وعندي هنا كريمة الطبخ. أول شيء راح أحط الثوم والزنجبيل بس بهذا الشكل وأحمسهم شوي، بعد كذا أنزل عليهم البصل وليمون جراس وأحمصهم حتى يتحمر البصل. بعد كذا أضيف نص مكعب ماجي. بالنسبة للبهارات راح أستخدم بس فلفل أسود وملح فقط، علشان أحافظ على طعم الجندري ما راح أكثر البهارات بهذا الشكل. بعد كذا انزل الجمبري واحاول اخلو ينحمس كذا 10 دقائق مع التقليب المستمر. شوفوا ما شاء الله كيف. بالنسبة لكريمة الطبخ راح احطها اخر شيء، احمسها كذا 10 دقائق. الحين بعد مرور 10 دقائق اضيف له الماء، تقدروا تحطوا كمية الماء حسب حاجتكم أو حسب عدد الأشخاص الموجودين، ما في مشكلة بهذا الشكل. الحين أضيف الملح فقط آخر شيء، ما نكثر الملح لأن عندي مكعب مالجي بهذا الشكل. الحين أتركه يطبخ كذا لمدة ساعة. وهنا ما شاء الله السيفود أو الشربة صارت جاهزة. أضيف عليهم تقريبا كوب من كريمة الطبخ بهذا الشكل. يجب أن نحرك الخليط البداية باستمرار علشان ما تفك من الكريمة وتصبح تعمل تكتلات بهذا الشكل. الحين بس اتركها كده تطبخ اقل شيء ربع ساعة على نار هادية. الحين ما شاء الله الشوربة صارت عندي جاهزة، لم يتبقى الا ان نقدمها ان شاء الله. شوفوا كيف ما شاء الله. الحين نحط الشوربة على صحن التقديم. هذا الشكل ما شاء الله الجمبري مستوي والشوربة فيها طعم جميل جدا بهذا الشكل. لا ننسى نزينها طبعا بالشبث، وعلينا وعليكم بألف عافية. أتمنى تجربوها وتحياتي لكم.